وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جميع الجهات المعنية إلى متابعة الحادث الأليم الذي تعرضت له العائلة البحرينية يوم أمس في إسبانيا، موجها جلالته بتوفير كافة أوجه الرعاية والتسهيلات للعائلة حتى وصولهم للبحرين. وأعرب جلالته عن خالص تعزيه وصادق مواساته للعائلة على من فقد في هذا الحادث الأليم، متمنيا جلالته للمصابين الشفاء العاجل، وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. قامت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بتجهيز طائرة وفريق طبي من مستشفى قوة الدفاع للسفر إلى إسبانيا لنقل المصابين وجثامين المتوفين إلى مملكة البحرين.